Beirut Time Without Consequences هيدا هو عنوان الإكزيبيشن الجديدة للفنان محمد رفاعي يلي جمع بين البينتينج والفوتوغرافي بمعرض واحد بفرج تغيرات وتحولات مدينة بيروت من 1975 حتى اليوم. هالمعرض صار من بعد حصوله على تقدير من الناشونال انستيتيوتس اوف كلتشر الأوروبية وأكيد كان لإنتاج تغطية خاصة منشوفها بهالريبورت. اسم المعرض بيروت تايم without consequences. بلش المشروع عبارة كنت عم بحبش بالصور عن صور قديمة عن الحرب الأهلية وعن فوتج قديمة عن الحرب الأهلية وصار في مثل هيك عندي مثل حرقة بالقلب كيف قطعنا بهالأمور بعدنا لهلأ عم نقطع بس عم نخبيها مجددا نحن معكم نعم حصل بعض حوادث مؤسفة بلشت ارسم كل يوم انه اذا انا كنت بيروت اذا انا كنت هالمره اللي عم بتعيش ببيروت شو بتحس كيف بتكون عم بتعيش يوم بيوم الحالات اللي عم تمرق فيها المراحل هي رح تكون بلشت مثل على القلم والورقه اللي هي كيف انا بلشتها للخبريه بعدين رجعت بلشت الخبريه زادت كيف انا صرت امرق كل يوم ببيروت وشوف اعبر عنها بالمباني بالستركتور بالكل شيء اوربن اللي قطع فيه بيروت لانه هذا الشيء الوحيد اللي ممكن عم بيخلينا نعبر عن حالتنا النفسيه مثل ما كانت تمجد هالقلم لاكثر من اللازم انا ما عشت الحرب ال 75 بس انا كل شيء شفته كل شيء توقعته انا كل شيء يعني انا نزلت على الطريق نزلت مع اهلي نزلت مع كل العالم جربت اخذ منهم قد ما فيي يعني شو كانوا عم بحسوا بوقتها وهلا كيف صارت كيف انفعلت عليهم بالوقت الحالي هيدا ورقة الكالك اللي لازم يعني اجمالا كل فيور بده يجي يشوف بده يتفرج على الكالك بالمبدأ ما حيفهم شو يعني معنات الكالك المفروض يكون يعمل انتر اكشن وذ ذا بيكتشر حتى يشوف شو معنات الصورة مع الرسمة سوية هلا انا مثل انا ما حبيت سمي الصور والرسمات لانه خليت يعني الفيور شو يعطي هو الانتربريتيشن تاعيته مع كل خبرية عم بتصير ببيروت الهدف من المعرض هي رسالة بسيطة للعالم لكل لبناني ومش بس لبيروت يعني كل واحد قاعد ببيروت لكل لبناني هول المراحل اللي عشناهم صعبين أكيد بس عم جرب قلهم أنه ما لازم نرجع نعيشهم قتل العديد من الأبرياء في هذه المعركة كان معكم محمد رفاعي رقبوني على انتاج LBCI